عام 2017 هو العام الأسوأ في تاريخ قطاع غزة. كان عام التحولات والتغيرات في المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي الفلسطيني، تغيرات وصفت بأنها الأسوأ كنتيجة لانتهاكات حقوق الإنسان التي اتخذت أشكالا متعددة، أبرزها الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي. عندما يصل عدد العاطلين عن العمل في قطاع غزة إلى حوالي 65%، الفقر إلى حوالي 47%، مضافا إليه انهيار شبه كامل في مختلف البنى التحتية لمختلف الخدمات، الوضع مأساوي وخطير جدا. زيادة نسبة الأطفال الجارحين بحوالي 41%، رقم مرعب. وبالتالي نحن نتحدث عن حالة هي الأسوأ. هذه الأرقام التي عارضها مركز الميزان لحقوق الإنسان في تقريره السنوي حول واقع الحياة في غزة جاءت للتحذير من انهيار المجتمع قريبا. عجز التمويل الدولي المخصص سواء لإعادة الإعمار أو إغاثة المواطنين، وفي ظل قرارات الإدارة الأمريكية بتقليص دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، الوضع بات في قطاع غزة يعيش حلقات أكثر صعوبة في الكارثة التي يحياها أبناء شعبنا. المطلوب من كل الأطراف أن تعمل باتجاه تجنيب أبناء شعبنا الفلسطيني أتون هذه الكارثة. أعاد متحيد الخدمات الأساسية للمواطنين عن أتون الصراع السياسي، جعل توفير لقمة العيش في غزة عبئا ثقيلا. الوضع غزة بشكل عام الوضع صعب جدا، والناس الحمد لله رب العالمين يعني بتتأمل على الأفضل، ولكن اللي جاي أسوأ هيك اللي مبين إنه في الأفق. البلد على شفا حفرة يعني ما ضلش فيها، يعني إغلاقات من جميع النواحي، بر بحر، المعابر التجارية، معبر مصر، معبر إيرز، كله مغلق على قطاع غزة، حصار، سجن كبير. لا يجد الفلسطينيون سبيلا لانفراج أحوالهم سوى وحدة داخلية تقيهم سوء قادم الأيام. سوء الحياة هنا لا ينذر بتغير قريب لواقع أفضل في القطاع في ظل غياب فرص الحل السياسي، أمر سيحيل قطاع غزة لمكان غير صالح للحياة قبل العام 2020. نيفين سليم، الغد، غزة، فلسطين.